أخبارك غوادالوبي؟ إننا نحاول الاتصال سيدتي. الخط مشغول. اسمعي سيدة ديانا، علمنا بأنك الآن حامل، تهانينا الحارة. شكرا، جلست لأتمتع بالشمس، يقولون أن هذا مفيد. صحيح، طبعا يجب أن تحاذري الآن وأن تتغذي جيدا وتتمتعي بهدوء كامل. من هي الخادمة التي تغسل الملابس؟ لأني أريدها أن تهتم بملابسي. دعيني أسألك، من حضرتك؟ أنت أيضا، يبدو أن جميع في البيت هنا يطلب مني هويتي. الآنسة التي هناك أتى بها هاري، وهي أيضا. صحيح، امرأته هكذا فعلا. صحيح، وأين تعرف بك هنري؟ في أحد الملاهي. أوكي، لنكف الآن عن هذه الأسئلة، افتحي مجالا دعيني أرى من التي تهتم بالغسيل. أهي في المطبخ؟ تعالي هنا، دعك من المراوغة، لا أعرف لماذا أنت هنا، أكاد لا أصدق، لا أعرف كيف هنري يمكنه أن يصاحب أمثالك. لأنه معتاد على ذلك. أتعلمين؟ أخوك العزيز هنري كان متمسكا بطرف تنورة ماما، أوكي؟ وأنا هذه التي هنا هي التي جعلت منه رجلا، أوكي؟ فمن واجبكم أن تشكروني، أوكي؟ سأرحل على أي حال لأن الخدمة ليست جيدة. هذه الفتاة هي دليل ساطع للمدنية والتقاليد الرفيعة للحوافر. ولكن فيوليتا لا داعي للدهشة، وحاول الاتصال يا ابنتي. لا تقلقي، من الأفضل أن أذهب أنا إلى المستشفى. ماذا يجري؟ من يترك الباب هكذا؟ سيخلع الباب. من يترك الباب هكذا؟ ماذا أصابه؟ مستحيل. أتيت لأبلغ عن خبر وأريد شخصا من العائلة، أرجوكم. أيها المجرم، أنت أيضا أخرج من هنا، لأن الأنسة دانييلا ليست هنا. ماذا يحدث؟ أنا شقيقة دانييلا. أنا ودانييلا تعرضنا لحادث سير. ماذا؟ وأختي؟ أين أختي؟ ماذا حدث لأختي؟ أين هي؟ تشاجرت وغضبت من أمها، فأتت بسرعة، ركبت الدراجة وقالت أسرع، هيا أسرع، فخرجت بأقصى سرعة، ولكن وماذا جرى؟ ماذا جرى؟ اصطدمنا مع سيارة، وقعت على الأرض، فأتت سيارة من الاتجاه المعاكس ودستها. أين أختي الآن؟ أختي الآن؟ تحدث إلي. لا أدري، أتت سيارة الإسعاف وحملتها، لا أدري إلى أين، كانت تنزف كثيرا وأظنها أوشكت أن تموت. لابد أن تعلم أين أخذوا أختي. دانييلا. ديانا. دانييلا. أعطيتها بعض المهدئات، لا توقظيها. دانييلا حبيبتي، دانييلا، دانييليتا. لا تلمسيها ديانا. ديانا حالتها سيئة، دانييلا. يجب أن تخبري والديك، اتصلي بهما. أليخاندرو، أليخاندرو حالتها سيئة، بأي حال هي؟ اهدئي، حالتها خطيرة. ولكن ماذا حدث؟ ماذا أصابها؟ قل لي أرجوك. سقاها، العظام تحطمت فوق ركبتيها. ولكنها سوف تنجو، سوف تنجو، أليس كذلك أليخاندرو؟ قل لي إنها ستنجو. ديانا من فضلك اهدئي، سوف نجري لها عملية. اتصلت بدكتور أورتيغا، وهو أفضل جراح، لديه تجربة واسعة. ألن تجري لها العملية بنفسك؟ لا ديانا، لا أستطيع، لأني متوتر جدا. ولكن لماذا؟ لماذا أليخاندرو؟ الدكتور أورتيغا يرى ضرورة أن نبترها. لا بلى ديانا، لا ديانا، يجب أن أختار ديانا بين أن تفقد ساقيها أو أن تفقد حياتها. باتي. عذرا. أهلا، تفضلي هيا ادخلي، كنت أجري بعض التنظيفات، هل أساعدك في شيء؟ لا بصراحة، جئت لأرى الأب خوان بابلو، لأني سأتزوج وسيعطينا نصائح ما قبل زواج لي ولخطيبي. سوف تتزوجين، أهنئك يا ابنتي. أشكرك. تفضلي، لأن ابن أختي لن يتأخر في الوصول. ابن أختك؟ نعم، الأب خوان بابلو ابن أختي. تعلمين أني بدأت أتذكرك، هذا مؤكد، سبق أن رأيتك هنا مع خطيبك. صحيح فعلا، إنه شاب رائع حقا، حسن التربية ويحترم الكل.
هذا ما نسميه الشاب المثالي. لابد أنك فخورة للغاية بخطيبك هذا. والحقيقة أني عندما تعرفت به ترك أثرا طيبا في نفسي. أشكرك. وضعت الورود على المذبح وأتيت لك بهذا. كيف حالك؟ أهلا ماريلوسا. سبق أن تعرفتما؟ من خلال الأب خوان بابلو. إنها فعلا مصادفة حبيبتي. هذه الفتاة هي خطيبة الشاب الذي حدثتك عنه. إنه شاب صالح وشريف جدا وخلوق أيضا، كما أنه في الواقع وسيم أكثر مما تتصورين. أشكرك. أوشك أن يصل الآن، سترينه. حسنا. يجب أن تهدأ ديانا، من فضلك حاولي أن تتماسكي. ولكني أتيت لزيارتك فتفاجأت بما رأيت. أنت الآن بخير، ولكن تصوري ما أصاب أختي المسكينة. يا إلهي، كاد الحزن يمزق صدري عندما رأيتها نائمة في سريرها نصف ميتة. عليك أن تشكري الله يا ابنتي لأنها لم تمت. أليخاندرو طبيب ماهر وسوف ينقذها. هذا صحيح، أليخاندرو يشرف شخصيا عليها، لن يسمح بأن تصاب بأي ضرر، صح أليخاندرو؟ سنبذل ما بوسعنا. دانييلا ستجد العناية اللازمة هنا. ولكنهم سيبترون سقايها. ديانا، ولكن أجمع الأطباء على ضرورة ذلك. أستأذنكم. نعم. أليخاندرو، كل شيء جاهز، والدكتور أورتيغا أيضا. جيد، سوف أشارك بإجراء العملية. سوف ننقل لها دما لأنها نزفت كثيرا. يا إلهي، ستعطونها دما؟ ولكن هذا خطير، يمكن أن يكون ملوثا. هذا عمل خطير. ديانا اهدئي من فضلك، نجري التحليل أولا لنرى إن كان الدم مناسبا. أليخاندرو، أنا متفقة مع ديانا، أفضل أن أتأكد أكثر. أنا مستعدة للتبرع بدمي لأجل دانييلا. نعم، من فضلك ديانا اسمحي لي بالتبرع. أليخاندرو، من فضلك. جيد، لا بأس، إذا كانت فئتك مناسبة تتبرعين بالدم لإجراء العملية. والآن سأذهب، أستأذنكم. شكرا لوبي، اسم شقيقتي أعبر عن شكري، إنها قريبتي رغم كل ما تعتقد، أحبها كثيرا، مستعدة لأكثر من ذلك لأجلها. سأذهب لأحضر ما يلزم للتبرع بالدم. يا لسخرية القدر، أنت هنا على هذا الفراش مستعدة للتبرع بالدم، وأنا ماما وبابا لم يأتيان. سيأتيان يا ابنتي، تحدثت مع إيدل ميرا فأبلغتني أن هنري يتولى موضوع البحث عن والديك. ماريلوسا بدأت تتخلص من المشكلة. تحدثت مع الدكتورة التي تعالجها وهي متفائلة جدا بحالها. قالت لي إنها في اللقاءات الأخيرة أبدت استعدادا للتعاون معها. بدأت تخرج ما بصدرها، ومع الوقت ستتخلص من كل ما لديها. بالطبع حبيبي، حمدا لله، لأني كنت أشعر بالقلق على هذه الطفلة، وكنت أتصور أنها سترفض الذهاب للطبيبة النفسية. إنها دكتورة ماهرة ماما، عرفت كيف تعامل مريم. ساعدتها كثيرا، حتى أنها ليلة أمس كانت ولأول مرة تنام الليل دون أن تصحو، بلا كوابيس، ولم تصحو لأي سبب. بدأت تتحسن. صحيح، ولم تتحسن في المنزل وحدها، بل في العمل أيضا، لأنها على أحسن ما يرام مع الأطفال. سترين أنها شيئا فشيئا سوف تشفى. المهم أن تستطيع النسيان وأن تمحو من ذاكرتها تلك اللحظات. طبعا يا ولدي، ولكن هناك مسألة وهي غريبة فعلا. رغم كل ما أصابها
لم تتوقف عن التحدث في موضوع ذاك الرجل. وكيف تتحدث عنه؟ لم تخبرني شيئا. أما أنا فقد حدثتني. وماذا قالت عنه؟ تشعر ببعض الفضول نحوه، تتساءل عن عائلته وحياته. ماذا تقول؟ حبيبي عدت أشعر بالقلق عليها من جديد. لا 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 تقلقي، فالأمر لا يستحق ذلك. لحسن الحظ أنها لن ترى عديم القلب ذلك. أتمنى ألا يلتقيا مرة ثانية. حسنا، يجب أن أذهب، فلا بد أنهم بانتظاري. لا داعي للخوف، كل شيء بخير. لوبي تبرعت بالدم، أجرينا لها التحاليل وتأكدنا أنها مناسبة لنقل الدم. المهم أنها أصبحت جاهزة بابا، ستجرى لها العملية. ستتحسن، لابد أن تنجو، يجب أن تنجو. صغيرتي حبيبي، هذا أنا بابا. يا إلهي، كيف حدث لك ذلك؟ كيف حدث؟ الدينة ضعيفة جدا وواهية. افتحي عينيك حياتي، ولو أنك تفتحين عينيك على الأقل. لو أني أستطيع أن أمنحك حياتي الباقية. داني، لماذا يا إلهي؟ لماذا؟ بابا، حان الوقت، تفضل، أرجوك تعال الآن. لن أفعل. لا حياتي، ستكونين بخير، ستكونين بخير دانيليتا. سأذهب كي أبحث عن ماما وسوف نصلي لأجلك. سنصلي كثيرا. ألو. أيتها اللئيمة، هل علمت؟ ماذا؟ لم يعد لديك سنت واحد. الأسهم هبطت أسعارها، لم تعد تساوي شيئا. أسكتي، أنت كاذبة. ألا تصدقين؟ إذن اتصلي بمرابي. لا تملكين شيئا، أصبحت الآن حيث كنت أريد رؤيتك، مفلسة ووحيدة، لم تعودي أحدا أبدا. من فضلك أريد السيد مرابي. نعم طبعا سأنتظر. سيد مرابي، تلقيت مكالمة تقول إن لا لا لا، ولكن لا يعقل ذلك. من فضلك سيد مرابي،
كنت تؤكد لي أن... هل تعني... أفهمك، أفهمك، ودعاً إذن. اللئيمة اتصلت لتقول بسخرية إني غارقة، وهي محقة. أظنها بذلت جهداً لتفقد الأسهم قيمتها حتى أخسر ما وظفته من نقود. اللئيمة، تلك اللئيمة مندوسا. كارلوس، 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 خسرنا بذلك كل شيء، كل شيء، كل ما تبقى لدينا كارلوس. حسناً، لا بأس، ستلومني وتقول ما تشاء، كنت أحاول. لا تنظر إلي بهذه الطريقة كارلوس، لا تنظر إلي بهذه الطريقة، وصلنا إلى الإفلاس كارلوس، ولا نملك شيئا، ليس لدينا شيء. لا تبكي على النقود لويزا، هناك أسباب أكثر أهمية للبكاء. أي أسباب ستكون أكثر أهمية من هذه كارلوس؟ ابنتك توشك أن تموت. ماذا تقول؟ تريد إصابتي بمزيد من الأسى؟ لا، إنها الحقيقة. كارلوس، كارلوس، أي منهما؟ دانييلا. دانييلا، لكن ما بها دانييلا؟ ماذا أصابها؟ تعرضت لحادث، سيارة صدمتها. تعرضت لحادث؟ يا إلهي، تلك المجنونة كانت مع ذلك البائس. حاولت أن أمنعها ولكنها لم تسمعني ورحلت معه على الدراجة النارية. ويزا، ويزا، ليس هذا وقت العيد، لأنك ربما قد لا ترينها بعد اليوم. هل وصلت حالتها إلى هذه الدرجة من السوء؟ إنها خطيرة لويزا، خطيرة. يا إلهي، أين هي الآن كارلوس؟ في المستشفى. أردت إبلاغك كيف اتصلت ولم أجدك، لهذا أتيت لأبحث عنك. كيف حدث ذلك كارلوس؟ أخبرني، ماذا جرى لها؟ أخبرني. تحتاج لعملية، ستستغرق وقتا، و أريد الذهاب إليها لنسرع. كارلوس، من فضلك لا داعي لبكائك الآن، لنسرع. ويزا، أنا أشعر بالخوف، فأنت لا تعرفين. ما الذي لا أعرفه كارلوس؟ يعتقدون أنهم لو استطاعوا إنقاذها فإن دانييلا سوف تفقد ساقيها. لا، لا، لا أليخاندرو، لا تدعهم، لا تدعهم يبكرون الساقي أليخاندرو، أرجوك لا تدعهم، أرجوك. كف عن ذلك دكتور، من فضلك دعني أتصرف. دكتور، المهمة صعبة، على الطبيب ألا يترك ما شعره تتغلب عليه. دعني أحاول. هل تتحمل المسؤولية؟ أتحملها بالكامل. حسنا دكتور، سأعطيك مكاني، سأكون مساعدا لك. شكرا جزيلا. دكتور غونزاليس. نعم دكتور. من فضلك راقب المؤشرات وأبلغني بأي تغيير يحدث في العلامات الحيوية. حاضر دكتور. من فضلكم جهزوا احتياطا إضافيا للعمل وتهيأوا، سوف أبدأ بإعادة اللحمة إلى الشرايين. أعطني إبرة وملقة للشرايين. ماذا يحدث أنطونيو؟ أين هي ابنتي؟
في العملية. من يجري العملية؟ إنه دكتور ماهر جدا يعرف بالدكتور رامون أورتيغا. أين أليخاندرو؟ أليخاندرو لم يستطع القيام بالعملية فاتصل بطبيب عنده خبرة أكثر. أنطونيو ماذا قال لك؟ هل أخبرك عما يعرفه؟ لا نعرف شيئا بعد لويزا. صحيح أنطونيو أن حالتها خطيرة. إصابتها عميقة جدا وجراحها واسعة جدا، تعرضت لنزيف بالغ القسوة. يا إلهي يا إلهي، نقلوا لها كميات من الدم وغوادالوبي تبرعت بها. دانييلا دانييلا دانييلا، سيدتي من فضلك دانييلا، لا داعي للصراخ. دانييلا أليخاندرو، أليخاندرو كيف حالها؟ اهدأ لويزا، اهدأ من فضلك. ماذا فعلوا بها؟ هل قاموا؟ لا لا لا، ولكن علي أن أتحدث معكم. حاولت إنقاذ ساقيها. المخاطرة كبيرة ولست متأكدا من النتائج. ما يحدث هو التالي: ساقاها محطمتان، عظامها مفتتة وعضلاتها تالفة. اضطررت لوضع آلاف القطب ولست متأكدا إذا ما كان سيلان الدم سيبقى طبيعيا. وإن لم يحدث؟ إن لم يحدث ذلك سنفقد بذلك كل شيء. سنجبر على التصرف في الحال وستكون ظروفها أسوأ. لماذا يحدث ذلك؟ لماذا لابنتي؟ لماذا لابنتي؟ أليخاندرو، ماذا يمكن أن نفعل؟ الصلاة كارلوس، الصلاة. حسنا حبيبتي لا تهتمي، كنا هناك وأجبرنا على الانتظار والانتظار حتى. وأخيرا وصلتم، هذه قلة اعتبار. أنا هنا أنتظر ولم يتصل أحد ليعطيني أخبارا عن شيء أو عن أحد. ما الداعي لهذا الاحتجاج؟ ما علاقتك أنت؟ أقول ذلك لأن الجميع هنا ينتظر. عفوا، علمنا بوصولكم فأردنا أن نعرف. اتصلنا بالمستشفى ولم يبلغونا بشيء، يقولون أن حالة الأنسة دانييلا استقرت. كيف حال الأنسة دانييلا؟ حسنا اهدأوا، يجب أن نهدأ الآن لأن نشعر بالقلق الشديد لأن ما قاله ذلك الشاب رهيب جدا. أي شاب؟ الشاب الذي كان معها على الدراجة النارية أبلغنا هو بالخبر وقال إنه يظن بأن الأنسة دانييلا ستموت. صحيح، لسوء الحظ أنا دانييلا بحالة سيئة، ولكن أصبح لدينا أمل بوجود أليخاندرو. رأيتموها؟ نعم رأيتها منذ لحظات قصيرة، كانت في غرفة العناية الفائقة وتحت تأثير المخدر أيضا. حياتي، أرى من المناسب أن تستريحي لأنك متعبة جدا، سأصعد معك إلى الغرفة. هيا بالإذن. أهلا ليزا. مرحبا. ألم تصحو بعد؟ لا، كنت أراقبها هنا طوال الوقت. كان يجب أن تصحو وتتخلص من تأثير المخدر. دانييلا من فضلك كل شيء كما يرام، لم يحدث شيء. اهدئي دانييلا، أرأيتي؟ كنت أحذرك، حذرتك بنفسي. ما أنت لن تساعديني. من فضلك ليس هذا وقت اللوم. دانييلا يجب أن تستريحي، أرجوك يجب أن تهدئي، كل شيء بخير. كفى كما قلت لك، كفى. من الأفضل أن تخرج. من فضلكم اخرج. كل شيء بخير، اهدئي. إنك متوترة جدا حياتي، أريدك أن تستريحي. أجريتم العملية؟ نعم أجريناها. أجريتها؟ نعم أنا.
أريد أن أعرف سأكون بخير. يجب أن ننتظر حتى الغد، علينا أن ننتظر، ولكن كل شيء على ما يرام. والآن أريد منك أن تستريحي. استريحي، استريحي جيدا، لأنك بحاجة للراحة. اهدئي، اهدئي حياتي ونامي. ليلة أمس كان الأموات يتجولون في هذا المنزل، لم أتمكن من النوم طوال الليل وأنا أسمع الضجيج الذي يثيرونه. كل الضجيج، تأوهات، تنهدات وتلميحات من هنا وهناك لروح رجل ما حتى بعد موته لم يستطع نسياني. آسيرة أنت لا تتغيرين. وما ذنبي أنا إن كنت لا أقاوم حتى بالنسبة للأشباح؟ دعك منها ماما، سير ملكة جمال المتخفيات. صحيح، اسخري حتى تريهم يوما بنفسك. سير لا تنزعجي لأني أصدق، ولكن ليس كل شيء لأنك تبالغين جدا. أؤكد لك أن سمعت أصواتا وكأنها أربعة أصوات مختلفة. أربعة؟ أجل، وأظنها كانت تنتظر أن تسلم الأنسة دانييلا روحها. واعلم جيدا أنه في هذا المنزل كل ما يفعله الناس هو الموت ليأتوا بعدها إلى غرفة نوم لإزعاجي. كفى، هذا يكفي سيرة، يكفي، توقفي عن ذلك، فلدينا أشغال كثيرة نقوم بها، وليس من المناسب أن تتكلمي بهذه الطريقة عن الأنسة دانييلا وبهذا الأسلوب. أي، وتقولين إنها تسلم روحها. حبيبتي، حتى وإن لم تسلم الروح، من المحتمل جدا بالنسبة للعرجاء أن تعالج قدمها، بينما دانييلا هي التي تصبح عرجاء. لا تقولي ذلك سيرة، ستكونان بخير. من يعلم؟ بنظري العرجاء ألحقت بدانييلا اللعنة التي ستصيب كل من في هذا المنزل. هل لاحظتما شيئا؟ بعد وصولها إلى هنا تغير كل شيء، وإذا استمر هذا الوضع هنا على حاله فالكل سيصاب بالجنون. وأنت أولنا، لأنك تتحدثين بدون منطق، تنظرين إلى الأمور بسطحية، مع أن ما يحدث في هذا المنزل هو مسألة كبيرة جدا. مسكينان السيد كارلوس والسيدة لويزا، لابد أنهما حزينان جدا لوضع دانييلا، وخصوصا السيد أنطونيو لأنه أظنك ستفاجأ حين تعود لأنك لن تجدني في المنزل. قررت أن أترك المنزل بدل أن أطلب منك أن تغادر، لأنه من الصعب عليك القيام بهذه الخطوة. لم أعد أستطيع الاستمرار بتحمل هذه الظروف إلى جانبك، فحسمت أمري بالذهاب للعيش مع أختي أليسيا حتى تنتهي إجراءات انفصالك. من الأفضل أن تبقى هناك إلى جانبي كي تتخذ بنفسك قراراتك الخاصة. سأكون هنا بخير وسأجد الحنان والمواساة اللازمة في هذه الظروف العصيبة جدا. أرجو ألا تأتي لتأخذني أو لتحاول إقناعي بأن أعود.
أرى أن ما بيننا يعتبر منتهيا وهو أفضل ما يحصل. متأسفة أنشلا. لكن ماذا سيحصل لنا؟ ماذا سيحصل؟ يا تلمسيني، أي حب؟ حبك؟ أنت أيضا تحبني. أرجوك لا تكوني غبية من فضلك. ألفريدو، نسيت اللحظات. أي لحظات؟ أنا سأمحوها من ذاكرتي غوادالوبي، وأنت أيضا عليك أن تمحيها إن كنت تستطيعين. غير صحيح، غير صحيح، أنت تحبني ألفريدو، تحبني. نسيت ليالي الحب. ماذا أصابك؟ طبيعنا. لا أستطيع. ماذا؟ لا أستطيع نسيان غوادالوبي. ألفريدو إنك بهذا تهينني. قد أزيدك مهانة إذا استمريت بأداء دور لا أشعر به. أنت كاذب، لا أصدقك. طبيعنا من فضلك، كل ما تقوله ليس منطقيا، إنه مجرد هراء. من فضلك تقبلي ذلك، تقبلي صراحتي. وإن كانت مؤلمة اسمحي بأن أكون صريحا معك، فهذا واجبي على الأقل. صريحا؟ صريحا اليوم بالذات؟ فبيانا لك كل الحق فبيانا بأن توجهي لي اللوم، لكنني كنت صريحا عندما أتيت إليك. كنت أحاول أثناء وجودي معك إيجاد سبب للعيش. كنت أتوق حقا للابتعاد عن غوادالوبي والتخلص من الأحاسيس التي جعلتني أشعر بها. كفى كفى، أسكت. طوال هذه الرحلة كانت تطاردني ذكريات غوادالوبي، كنت أجدها حيثما أذهب، في الأرياف وفي الزهور وفي ابتسامتك، حتى في لحظات الجنون التي عشتها معك. ألفريدو من فضلك. أسف جدا، يؤسفني أن أسبب لك الألم. تحدثت بلا توقف، يجب أن أخفف عن نفسي، لم أعد أستطيع تحمل كل ذلك. ألفريدو لا يمكن تحمل ما فعلته به. أعترف بأنني مذنب، ولكن لن يغير ذلك الحقيقة. سأعود لأني لا أستطيع العيش هكذا. لكن ماذا عن كل تلك الكراهية التي كنت تكنها لغوادالوبي؟ أنا لا أدري لما تحولت إلى حب، فأنا أحب. أورورا قالت لم يخبرني ذلك أحد من قبل، وعندما سمعته شعرت بأنها الحقيقة. أكره وأتمنى ألا أراه مرة ثانية، لكنه إذا وقف يوما ما في طريق. هل تسمحين؟ نعم أليخاندرو. حسنا، أريد أن أسأل، ما الذي تفعله هذه المرأة بعد في الفراش؟ في الواقع إنها فقط تنتظر أوامر طبيبها، والطبيب يأمرها بأن تخرج من الفراش في الحال. هكذا بالضبط. لكن أليخاندرو، من فضلك ناولني هذا الثوب. أتعلمين لم أنم جيدا هذا اليوم،
لأني أويت إلى فراشي في السادسة صباحا، والآن ما زلت متعبا للغاية. هل رأيت دانيلا؟ نعم، مررت لرؤيتها. كانت لا تزال نائمة، ولكننا سنعرف اليوم نتيجة العملية ونتيجة عمليتك. هيا أنزل قدمك بحذر. عفوا، أريد الحذاء. لا 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 لا، بلا حذاء، بلا حذاء. والضمادات، ألن تنزعها الآن؟ لا، لن أنزعها اليوم. هيا انزلي الآن. هيا أعطني يديك. لكن أليخاندرو، أتظن سأقدر؟ اسمعيني جيدا، وضروبي كل ما سنفعله اليوم هو إيقافك، لأن هذا بالضبط ما يهمني لا أكثر، لأني أريد أن أرى كيف ستقفين على قدميك. جيد، انهضي. دع القدم. لكنني لا أفهم كيف يمكنك أن تحب تلك المرأة. أوليفيا أخبرتني بأنها فتاة بلا أهمية ولا شخصية، ولا تحسن ارتداء الملابس، والأسوأ أنها مصابة بإعاقة عرجاء. هكذا تعلمت أن أحبها فابيانا، بسيطة، خجولة، وهكذا أريدها، بتلك الإعاقة. جميل جدا. وضع القدم على الأرض صحيح، هل يؤلمك؟ لا. حسنا، تجرؤين على التقدم خطوة؟ لكن أليخاندرو، ألفريدو. يجب أن أموت، يجب أن أبحث عن غوادالوبي. لا، من فضلك ألفريدو، لا ترحل من فضلك. فابيانا اسمعيني، كان خطأ كبيرا، أريدك أن تعذريني. فعلا لست أنت الضحية الوحيدة، نحن الثلاثة ضحايا. ألفريدو لا تتركني. ألفريدو من فابيانا. فضلك فابيانا. فأنا أحبك ألفريدو، لا تتركني.
ما زلت لا أعرف وأشعر بالتعب. قريبا تتحسنين بمشيئة الله. تم شفاؤك، رأيتك، تمشين باستقامة. مشكلتي كانت بسيطة جدا كما ترين، لو علمت ذلك من قبل لكني كنت أخاف. لم أتجرأ يوما على رؤية اختصاصي. إن أليخاندرو هو أفضل طبيب هنا كل تأكيد. كنت محظوظة، لكن وذلوب سامحيني. لماذا دانييلا؟ كنت أتمنى ألا تخرجي بخير من العملية وقلت لك ذلك. لا تكوني غبية كما أني لم أهتم بقولك. في الحقيقة لم أكن أعني ذلك. أعرف دانييلا، ولكن قلته. ومع هذا فقد تبرعت لي بدمك. كفى دانييلا، كفي عن البكاء، لا تحزني هكذا. هذا عقاب للوبي. لا داعي لأن تقولي ذلك. بلى، وكدت أفقد رجلي. أراد الله أن يعلمني درس. لا تقولي ذلك. بلى، لا تكرري ذلك دانييلا، لا تحزني، لأن أيا منا معرض للحوادث. حسنا، هل تسامحينني إذن على ما قلته؟ انسى الموضوع، انسى الموضوع. متى تخرجين من هنا؟ ربما سأخرج غدا. كم أنت محظوظة. ما الذي قاله أليخاندر عني؟ قال إنك سوف تكونين بخير، ويتوقع أن تستعيد عافيتك قريبا. ولكن متى؟ متى أستطيع النهوض لوبي؟ من فضلك لوبي لا تخدعيني. أليخاندرو أخبرك متى سأتمكن من النهوض؟ أخبريني بالحقيقة من فضلك. أشعر بالأسى لرؤية الأختين العزيزتين هكذا بسبب كل ما يحدث، وكم أتمنى لو أنهما تشعران بحزني وبأني أحبهما جدا. إنما لا أدري، لا أدري ما سأفعل. أبلغهما، أبلغهما بكل بساطة. لا أستطيع، لأني ربما أشعر بالخجل من التعبير عن حب. أتعلمين، أمي كانت دائما جافة، لم تعبر يوما عن الحب. لهذا نشأت منطويا على ذلك. رغم سهولتي وجمال كلمة أحبك، لكن لا تقولها. صحيح، أنت على حق، وكأننا نعيش في خجل دائم من أحاسيسنا. تعلم بأني كنت طفلة منطوية، لكن حالتي كانت أسوأ، لأن ماما كانت ترفضني، لم تكن تتقبلني كأبنة. لأسباب من الماضي، ذلك الماضي من الحقد والعنف الذي عاشت مرارته حالتي. هيا فلنغير الموضوع. هل شعرت بالوحدة يوما؟ ومرات كثيرة. وأنا أيضا، بالرغم من نشأتي بين أناس كثيرين، لأن عائلتي كانت مشغلة دائما بشؤونها. ماما بمشروعاتها، وبابا إنسان رائع لكن شخصيته ضعيفة، ولم أجد عنده يوما الثقة أو المساعدة. فلجأت حينها إلى الرسم وإلى الموسيقى. صحيح،
بعضهم يلجأ للممنوعات، أما أنا فبالرسم. لحسن حظك فسعد إذن، لأن هذا يحيي القلب. تحبين الفنون، يسرني ذلك. نحن نتشابه كثيرا هنري، وهذا ما يسرني، لأنه من الصعب العثور على شاب مثلك هذه الأيام بأحاسيسك هذه، تستطيع التحدث معه بأشياء كثيرة. المؤسف أن كل هذا يثير الشك لدى الكثيرين، كانوا يعتقدون بأنني حسنا، تفهمين طبعا. لمجرد أنك لا تدعي رجولة مثلهم. تفضلي. أمي اعتقدت ذلك أيضا، أدخلتني إلى الأكاديمية العسكرية مع أبالي. من؟ كان أخي التوأم، يشبهني تماما. نعم، لأنه مات في حادثة أرق في زورق كنا فيه معا. كان قويا وعدوانيا دائم الفوز. ماما كانت تفضله في الأكاديمية، كان متفوقا جدا. وقعت هناك حادثة، كنت دائما أسيء استعمال الأسلحة، انطلقت مني رصاصة وجرحت زميلا لنا، ومن يومها أشعر بالخوف من العنف ومن الدماء. هذا ما يحدث لي. ليت العالم لا يعرف الحرب ليحب الناس بعضهم ليسود الحب. أتعلمين بيرلا؟ معك أشعر بكثير من الراحة، لذا أحدثك بحرية. أشكرك، هذا لطف منك. أشعر كأنك تسكنين في أعماقي، وأنا أشعر بأني أعرفك ومنذ زمن بعيد. بيرلا، أشعر بأني أستطيع أن أقول. ماذا؟ أحبك.